زفت طبعا. ازاي؟ يعني التوز كان جاي صعب، في اسئله لفه كتير، يعني اغلبيه الاسئله كلها كانت لفه. لا مش العادي، مش المتوسط، لا كان صعب. هو الثالث سؤال في القصه كان صعب، محدش عارف اللي هو بيقول لك اشرح القصه، مش عارفه كان في ايه. والترانزليت كان صعب، كان مستوى الطالب العادي. هو كان في حاجات كويسه، يعني كان في حاجات كتير بتتحل بسهوله، وفي نفس الوقت حاجات صعبه زي مثلا الترجمه، زي الاسئله المقاليه بتاعت القصه. القطعه محتاجه وقت كبير جدا، محتاجه فعلا، يعني في مستر قال ان هي محتاجه ساعه الا ربع، هي فعلا محتاجه اكتر من ساعه عشان تتحل، عشان اطلع الاجابات منها. من كتر ما هم حاطين الكميه بتاعت الكلام كله في ورقه واحده، الكلام لازق في بعض، صعب انك تطلع الاجابه منها. كان صعب جدا، كان معظم الاسئله بتاعته صعبه جدا. القطعه معظم القصه برده في اسئله صعبه، بس متوسط. بصي، الامتحان كان حلو ومشي في مستوى الطالب المتوسط، بس كان مليان، وفي طلبه كتير طلعت بتعيط، بس يعني انا بالنسبه لي هو كان مستوى الطالب المتوسط.